افقد الوزن ازاي؟ بيبقى عندي فيه تو سيوريز، في حاجه اسمها فات سيل سيوري وفي حاجه تاني اسمها سيت بوينت سيوري. ايه هي الفات سيل سيوري وايه هي السيت بوينت سيوري؟ الفات سيل سيوري اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، ان انا دلوقتي لو عندي عدد من الاديبوسايتس وبدات ان انا هخس عن طريق ايه؟ هخس عن طريق حجم الاديبوسايتس، ان انا هفقد في حجم الدهون في حجم الاديبوسايتس نفسها. تمام، انا بادئ بعدد هو نفس العدد اللي هيبقى عندي بس هتنكمش، حجمها ايه؟ حجمها هيقل. اللي بيحصل في الفات سيل سيوري ان هو بعد خلاص انا طول فتره الدايت الدنيا تمام ونزلت في الوزن وحجم الاديبوسايتس بتاعي قل، بس اللي بيحصل ان الجسم خلاص الجسم لا هو متعود على حجم الاديبوسايتس، فبيبدا الجسم لا انت عايز تاكل بقى، انت خلاص مجرد ما وقفت الدايت لا الجسم عايز ياكل تاني علشان يرجع الاديبوسايتس بالحجم اللي كانت عليه قبل كده. عشان كده نزول الوزن مش صعب، لكن الحفاظ على الوزن هو اللي بيبقى ايه؟ هو اللي بيبقى صعب. تاني حاجة السيت بوينت ثيوري. في سيت بوينت ثيوري بقول ان كل شخص عنده سيت بوينت معينة بيبقى الجسم هو مرتاح عنده، هو الجسم مرتاح في الوزن ده، بيبقى الجسم متشبث بالحاجة دي وماسك في الوزن ده، مش عارف يعني مش عارف تنزل عنه. يعني ده بيفسر الناس اللي بتعمل دايت بيكون عنده وزن معين كده وخلاص ثبت، وممكن يقعدوا فترة ثابتين مهما يعمل دايت هو الوزن مش راضي يتغير. ليه؟ لان انا عندي هو الجسم ده البوينت دي او الحته دي الوزن ده هو اللي الجسم هو مرتاح في كده، هو عايز كده بيدافع عنه، مش عايز ايه؟ مش عايز يسيبه. طب انا ممكن اغير السيت بوينت بتاعتي ولا لا؟ بتتغير عن طريق الاكسرسايز اللي هي 3 ل5 مرات في الاسبوع.